عسكريون فنزويليون جسرا على الحدود مع كولومبيا قبيل وصول مساعدة إنسانية دولية لسد النقص في المواد الغذائية والأدوية وفقا للمعارضة. ورفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبول المساعدات الدولية وعدها ذريعة لبدء تدخل عسكري تقوده الولايات المتحدة، مؤكدا أن فنزويلا ليست بحاجة إلى صدقة، ومطالبا بوضع حد للحصار والعقوبات، كما شدد على أنه لن يسمح بإذلال فنزويلا. في طريقها كانت شاحنات المساعدات إلى فنزويلا قبل أن تقطع عليها القوات العسكرية الطريق وتمنع وصولها إلى البلاد، فهي آتية من الخارج، والرئيس مادورو يرى كل قادم من الخارج دخيلا على البلاد، بل هو أداة للإطاحة بنظامه. تزداد سخونة الأحداث في فنزويلا على الصعيد الداخلي والخارجي، فمن الخارج يتلقى مادورو ضربات تلو الأخرى من الرئيس ترامب الذي أفرد لفنزويلا جانبا من خطاب حالة الاتحاد. We stand with the Venezuelan people in their noble quest for freedom. نقف إلى جانب الشعب الفنزويلي في سعيه النبيل لنيل الحرية، وندين وحشية نظام مادورو الذي حولت سياسته الاشتراكية تلك الأمة من أمة هي الأغنى في أمريكا الجنوبية إلى أمة تعاني من فقر مدقع ويأس. الرئيس الفنزويلي لم ينتظر كثيرا بل سارع بالرد على ترامب، ففي نفط بلاده ثروة تثير الأطماع كما يراها. هل تعرفون لما يتحدث الرئيس الأمريكي عن فنزويلا باستمرار؟ إنه النفط. ترامب يستميت لسرقة النفط من الأراضي الفنزويلية. النفط لفنزويلا وللشعب الفنزويلي الآن وإلى الأبد. الوساطات في الشأن الفنزويلي قد تلوح في الأفق، خاصة مع حديث البابا فرانسيس عن هذا الشأن دون دعمه لطرف دون آخر في فنزويلا. أعلم أن هناك رسالة وصلت من الرئيس مادورو، سنرى ماذا سيكون بإمكاننا القيام به. دعونا نقول إن ما سنقوم به سيكون الخطوة الأخيرة، إنها الوساطة، نريد مصلحة كلا الطرفين. التصعيد الخارجي يوازيه داخلي على نظام مادورو، فالبرلمان حذر في وقت سابق الجيش الفنزويلي من منع وصول المساعدات للبلاد، واليوم يمنع الجيش وصولها، الأمر الذي يرى فيه كثيرون معززا لموقف غوايدو رئيس البرلمان الذي لا يفتأ يذكر الأوضاع الإنسانية السيئة في البلاد، ولربما أثار بذلك رد فعل الشارع مجددا ضد مادورو. الآن معنا من كاراكاس موفدنا إلى هناك صابر أيوب. مرحبا بك صابر، كيف يمكن أن يؤثر قطع هذا الجسر على الوضع الإنساني في فنزويلا؟ سياسيا سيؤثر بشكل كبير، ربما سيثقل الكفة أو سيميل الكفة لصالح غوايدو، رغم أن هذه المساعدات لن تحل مشكلة الفنزويليين. مشكلة الفنزويليين مع الجوع ومع الفقر معقدة، ولا تحلها هذه المساعدات القليلة المتأتية من الولايات المتحدة وكندا وبعض دول الاتحاد الأوروبي. في المجمل هي أقل حتى من 50 مليون دولار. هذه البلاد تحتاج إلى إقلاع اقتصادي من الداخل إن صح التعبير حتى يخرجها من الفقر. الفقر كبير، ربما نحن هنا نقف في مفترق طرق، وهكذا هي الأزمة الفنزويلية في مفترق طرق، لا أحد يعلم أين ستتجه الأمور. لكن هذه المنطقة تبدو منطقة لاس ميرسيدس، تبدو على أنها الحياة عادية، لكن على تخوم وعلى سفوح وتلال كاراكاس تنتشر الأحياء الفقيرة، أحياء المهمشة، الباريوس التي هي شبيهة بأحياء الفافيلاس في البرازيل. هناك لا يمكن الوصول إلى هناك، حيث تسيطر الجريمة ويتسيد الفقر. الفقر هناك يتجلى في أبشع صوره. وغوايدو عندما طلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا بعض المساعدات، لا يريد بها بطبيعة الحال مساعدة الشعب الفنزويلي، فلن تحل أي شيء. هو يقول أنه حوالي 300 ألف مليون، أي ما يزيد عن ربع 300 ألف فنزويلي، أي ما يزيد عن ربع مليون، بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة ودوائية أيضا، وإلا أن مصيرهم
بات في مهدد أو حياتهم باتت مهددة. لكن هذه المساعدات لن تحل كما قلت مشكلة الفنزويليين، بل فقط هي عبارة عن أداة. المساعدات هي أداة لإدارة الصراع المحتدم بين مادورو وبين غوايدو. مادورو يرفض هذه المساعدات، يقول أنها وسيلة للتدخل الخارجي، إهانة للفنزويليين، وهو في المقابل يهدي مساعدات إلى الكوبيين ويقول أن الفنزويليين بخير ولا يحتاجون إلى مساعدات خارجية. إذن المساعدات الإنسانية أيضا تدخل ضمن أدوات الصراع عن السلطة بين غوايدو وبين خصمه. شكرا جزيلا لك صابر أيوم، وفد التلفزيون العربي إلى كاراكاس في فنزويلا.